ستوري دابا اللي بارطاجيت الناس طنجه كيحتجوا على اجباري جواز التلقيح. وفي الحقيقه بعد ما كدوز ايام انا شخصيا شحال واحد معايا اللي ما بغاش يلقح، ما بغاش روحو ما ارتاحتش، ما حسش بالراحه انه يلقح، ولقى راسو غريب في بلاده. كاش الزنقه كل اي بلاصه بغى يمشي ليها جواز التلقيح، لدرجه انه كيحس بالغربه كيبقى مكري. وهاد القضيه ماشي عاديه، لانه لا بغى يمشي ياكل، مشى بغى يتقدى خاصو جواز التلقيح، بغى يمشي للترونسبور، الاشياء الاسونسيال وما عندوش بديل. ومقتنعش انه يلقح، راه بسيشيكمو ما راه شي واحد مقتنعش بسيشيكمو راه يمرض. وهاد القضيه انا كتبان ليا ماشي حقوقيه كاع. وماشي لانه القانون تيقول لك عندك اختياريه في التلقيح، ولكن عندك اجباريه في جواز التلقيح، اذا هي عندك الاجباريه في التلقيح لانك ما دير والو، ما كاينش الالتيرناتيف، ما كاينش واحد يدير تيست مثلا بي سي ار اللي بغى يمشي للمطار، بغى يسافر، خاصو جواز التلقيح. ما كاينش غير نيجاتيف يدخل يتقدى، بنادم فلوس وما كيقدرش عليهم. وهاد القضيه اعتقد ولا تبعتي غير في الدول الاوروبيه راه الناس عطاو دي زالتيرناتيف، ما عندكش جواز التلقيح كتعطي تيست بي سي ار، ما يمكنش واحد بغى يدوز كونكور ديالو حياته المستقبل ديالو وهو ما مقتنعش انه يلقح وتمنعو من حياته، ما يمكنش. قول لي عطيني تيست بي ار نيجاتيف، دير الكمامه، دير العيبه، حيت هاد الشيء راه ما يمكنش، راه ما يمكنش واحد يدخل الذات ديالو شي حاجه وهو ما مقتنعش. راه كتقول واحد كيموت وراه ما تقدرش تبزز عليه شي حاجه، ما يمكنش. ولكن تعطي حل معقول، حل معقول اللي هو تيست اخر، تكرفس، ولكن حل معقول، كاين حل، ماشي ما كاين والو. راه هادشي خاصو يتعود فيه النظر، راه بنادم راه حريته، راه هادشي ما خدامش. الخير. هادي 7:41 دقيقة، الله إلا كنت معول نوض الصباح بكري نجري وداكشي. أويلي بويلي 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 بويلي، وكنحاول نخرج الصباح ما نحاول ندير شي لعيبة غادي ندير والله. أكبر مشكل ديال الفياق معطل. عاوتاني. مبوطياج قدو قداش ها قدو قداش وتعطلنا بنص ساعة وامي بزاف كنت باغي نفقسكم مشيت بحيرة ولكن تيقول بيت الشعري ليس كل ما يتمناه المرء يدركه تجري الرياح بما لا تجري السفن هادشي اللي عطا الله